السلام عليكم. دونك راح نكملوا لو كور تاعنا نتاع ستركتير ماشين. ندخلوا اجوردي ان نوفو شابيتر. دونك ابري ما خلصنا الجبر دو بول لي فونكسيون بوليان وكيفاش نسامبليفيو اون فونكسيون بوليان, هذا راح نحتاجو, هذا لي نوشن راح نحتاجوهم في لو شابيتر الجديد هذا اللي هو يتكلم على السيركوي لوجيك. دونك سي كوا ان سيركوي لوجيك؟ ان سيركوي لوجيك سي ان كومبوزون الكترونيك بور نو كوم ديفينيسيون. لو كومبوزون الكترونيك هذا راح يكون عنده دي زونتري ويكون عنده دي سورتي. دو فاصون لي زونتري هذو سي عباره عن إشارات كهربائية اللي يدخلوا للكمبوزون إلكترونيك. هنا للكمبوزون إلكترونيك راح يقوم بعمليات ويعطينا نتائج اللي هي عبارة عن إشارات كهربائية. وش علاقتها بلا ستركتير ماشين؟ كما على بالكم من اللي بدينا وإحنا نهضروا على السيستام بينار 1 و 0. دونك هنا بار إكزومبل بور إن أونتري كي تكون إشارة كهربائية نقدر نقوله سيتا 1. كي تكون كما تكونش إشارة كهربائية نقدر نقوله سيتا 0. دونك هنا ريالمون كوتي أبليكاسيون راح نكومونسيو نشوفو الأبليكاسيون نتاع لي فونكسيون بوليان تاع الجبر دو بول تاع لي سيستام بينار إكس et ainsi de suite. Concernant les composants électroniques, il y a un chouhoum ou la lekenif le moqarar ta'na, il y a deux types de circuits de composants électroniques. Il y a les circuits combinatoires ou les circuits séquentiels. Généralement, les circuits combinatoires sont les circuits qui sont باش نديرو دي زوبيراسيون دو كالكول دون لي بروسيسور او بيان دون دوتر كومبوزون الكترونيك. بار كونتر لي سيركوي سيكونسيال جينيرالمون يتعلقو بلا ميموار, وين نقدرو نديرو عمليه نتاع ستوكاج وتخزين المعلومه الكهربائيه في هاد لي سيركوي. اوكي, دونك بور نو اون سانتيراس في هاد لو شابيتر pour les circuits combinatoires en principe. Donc voici, c'est un exemple des circuits combinatoires qui fait que nous utilisons au début de l'évolution de l'électronique. Qui m'a dit que c'est un processeur. Donc vous voyez, les fils, les petits fils, si nous avons des entrées et des sorties. هذا سيتام بروسيسور. افيك ليفوليسيون اكطوال تاع الالكترونيك, هذا لو بيتي بروسيسور اللي يقدر يكون فيه 2 سنتيمتر على 2 سنتيمتر من حيث الابعاد, ممكن مانتونون يحتوي على دي مليار اي دي مليار دو سيركوي دو بيتي سيركوي دو باز. دونك سي اون فا ايسي دو فوار des exemples, هذا aussi des exemples, هذا هما لي سيركوي الكترونيك راه نتكلموا عليهم. فاصون هاد لابارات الخضراء هذه سيتي ميموار دو ستوكاج. voici هذا سي تا بروسيسور. اوكي, دونك هذه سيتي كارت مير اللي نقدروا كارت مير بطاقه الام يسميها بالعربيه نتاع ان ميكرو بيان تاع ان اورديناتور اللي فيها ان بروسيسور ici وهنا بروسيسور راكم وفيها لا ميموار. Donc voici la mémoire, les petites zones noires. C'est des circuits qui contient énormément de circuits de base. Et là, je vous par la suite, là, les portes logiques. Donc, c'est le côté application. Maintenant, nous lisons le côté théorique. نبداو بالبرومي سيركوي دو باس اللي هو عيطولو بيان نقدروا نسميهم لي بورت لوجيك
les circuits de base. La première porte logique, il y a la porte de négation. Le circuit هذا واش يقدر يدير عنده une entrée sous forme d'un signal électrique يعطيك la sortie. Toujours la fonction de هذا le circuit يعطينا l'opération de négation. Ça veut dire là كان un signal هنا 1 راح تكون la sortie 0. إذا كان l'entrée 0 la sortie راح تكون 1. Si possible واحد يبوزي la question نقول كيفاش نقدروا نرياليزيها في la réalité. En fait, c'est un schéma électronique. هو في حقيقة الأمر ما يهمناش par la suite mais نسيو نتكلموا نمدوا الفكرة فقط ومن بعد ما نوليولوش لأنه beaucoup plus حنا يهمنا la porte logique هذه نفهموا المبدأ نتاعها سي كوا لونتري سي كوا لو سورتي اي ما نحوسوش على لي ديتاي كيفاش مخدوم لو سيركوي اللي يحوس على الديتاي نسيو نمدوا المبدأ هنا كيفاش يخدم جينيرالمون لي بورت لوجيك هذو نخدموهم افيك دي ترانزيستور ترانزيستور هما دي كومبوزون الكترونيك Si vous voyez, il y a un transistor, comme je vois entre les deux schémas, je dis que je n'ai pas de chabot, mais je vais vous dire. Donc, ici, quand vous avez le transistor, nous pouvons dire qu'il y a 4 entrées. Il y a une entrée ici VE, il y a une entrée ici VS, il y a une autre entrée ici VCC, il y a une entrée ici, on appelle limiteur ou bien latère. Donc un électronicien qui gère un circuit de négation, il doit gérer de cette manière المفصله. En fait, qui قارن entre les deux portes, نقدر نقولوا le A هنا هذه الانتري هي نفسها VE وهذه la sortie A bar هي نفسها VS. Par contre, هذو احنا ما يهموناش هذو من بعد نخدمهم لي الكترونيسيان نقدروا نقولوا VC سي لاليمونطاسيون باش يبقى لو سيستم يمشي. Voilà, c'est la terre pour absorber le signal. Donc, dans tous les cas, le transistor, qu'est-ce qu'il va faire? Qui compte le VE, fait le signal, le VS, il compte ma fiche signal. Qui compte le VE, ma fiche signal, le VS, il compte signal. Donc, je voulais dire que nous, en tant qu'informaticien, nous avons entendu les détails de l'électronique. الالكترونيسيا احنا فقط نحوسوا على بورت الهدف نتاعها كيفاش تخدم اون فوا لا بورت هذه نكونوا نفهموا المبدا نتاعها سي الالكترونيسيا هو اللي يقدر من بعد يرياليزيها دونك هذه كونسيرنون لا بروميير بورت دو باز لا La deuxième porte de base, donc la deuxième porte de base, il y a la porte qui peut dire l'opération de E. C'est quoi le E? Le E logique, tu as oublié le E logique. Le E logique. Qui nous dit le A et le B. Donc, l'expression est vraie juste dans le cas où il y a vrai et le B est vrai. Donc, la porte logique, c'est tout simplement on a deux entrées. La sortie va être A. Le B est A, 1 et le B. Dans les autres cas, toujours la sortie de conserve. Okay. Donc, le reste des cas, il y a un A0, il y a directement à la sortie 0. Il y a un B0, il y a la sortie 0. Il y a un U2-0, il y a la sortie 0. Donc, le seul cas où il y a un A, le B est un A. Ou le B. Donc, je fais le schéma. C'est le schéma qui concerne. Li yqdar yahseb le E logique. Le deuxième schéma, c'est le schéma li yqdar yahseb le O logique. Kima ala balkom f le O logique, kitach tqdar tkoun la sortie 1 lma ykoun ala al aqal wahed min les deux entrées ykoun 1. Ça veut dire tout simplement c'est que la sortie nta la porte logique la sortie hna tkoun 1
إذا كان واحد فقط من هذ لي دو يقدر يكون ا على الأقل، على الأقل واحد منهم يقدر يكون ا، هنا راح تكون ا. إذا كانوا لي دو زيرو دونك هنا لا سورتي راح تكون زيرو. دونك بور لو مومون شفنا 3 بورت. اوكي دونك كاين دوتر بورت لي نقدروا نشوفوهم نلقاهم ايغالمون في الالكترونيك. هذو سي دوتر بارت اللي نقدروا نلقاهم. ليكسبليكاسيون تاعهم عليا سي سامبل. بار اكزومبل سي اون فا كومونسي بار لا بورت هادي، تشبه لا بورت اي سي لو ميم كو هاد لا بورت، مي جوست فيها ان بيتي سيركل فلافون. لما نلقاو هاد لو بيتي سيركل فلافون، لو سيركل هذا توجور يل سينيفي لا نيغاسيون. سا فو دير سي فريمون سي تا اي ا اي بي، مي لا نيغاسيون دو تو نتاع لو ا اي لو بي. هذا لو كا هذا وقتاش يقدر يكون سي دونك دونك هذا سي لا نيغاسيون نتاع لو اي، بيسكو لو اي يكون صحيح فقط في حاله وحده، كي نعكسو دونك هنا راح يكون زيرو، لو ريست راح يوليو دي ان. دونك هذه لا بورت تاع لا نيغاسيون دو ا اي بي. دو ميم فاصون بور سيت سيركوي، دونك لو بور سيت بورت بور سو سيركوي بليتو بور سيت بورت على سي لو او، مي سي لي نيغاسيون تاع تو لو او، سا فو دير راح يكون اللي هو لا هي لا طابل دو فيريتي كوريسبوندون. سي لانفيرس نتاع لو او، بيسكو لو او وين كان زيرو يكون ان، وين كان ان يكون زيرو، كي نانفيرسي راح تولي هذه هي لا فونكسيون دو سو سيركوي. دوتر بورت، دوتر بورت également كاين لا بورت هذه اسميها لا بورت XOR. دونك لو XOR، لو XOR عنده علاقه بلو اور، جينيرالمون حنا نعرفو لو اور. دونك فلو او كيما على بالكم لا طابل دو فيريتي نتاع لو او، هذه نتاع لو او ديما نقولو في الاو يكفي فقط انه تكون وحده من لي دو فاريابل صحيحه، راح تكون توت ليكسبريسيون بيان توت لا سورتي صحيحه. فلوكزور، لوكزور الاو هو نسميه الاو الاجباري. واش معناتها الاو الاجباري؟ انه نقولوا يا اما هذا صحيح يا اما هذا صحيح، ما كانش منها لي دو صحاح في نفس الوقت. هنا يعطيك خيار لازم وحده فقط تكون صحيحه، دونك لازم وحده فقط تكون صحيحه، دونك مش تقدر تكون لا سورتي صحيحه. لو كان يكونوا لي دو صحاح دونك سي فو. هذه في لا رياليتي نقول لك يا اما دير هذه يا اما هذه، ما عندكش لو شوا ديرهم لي دو اون ميم كا او بيان ما ديرهمش لي دو كا. دونك هذا اسميه لو لوكزور. لوكزور سي جوست لازم يكون واحد فقط ان باش تقدر تكون لا سورتي ان. لو كان يكونوا لي دو زيرو او بيان لي دو ان راح تكون لا سورتي زيرو. وهنا سي لا نيغاسيون تاع لوكزور، كي نقولوا لا نيغاسيون دو لوكزور سا فو دير راح تكون كاريمون ديفيرونت. وين يكون زيرو يولي ان، وين يكون ان يولي زيرو. Donc pour le dernier circuit, voici, il compte 1, le même il compte 2, qui compte les 2, 0, ou bien il compte les 2, 1. Donc on a un doigt différent que l'autre, il compte 1, 0. Donc en général, ce sont les portes logiques de base, le marofin, l'électronique. Maintenant كيفاش نخدمو ان سيركوي الكترونيك كبير؟ ان سيركوي الكترونيك ستين كومبينيزون بيان عمليه تركيب تاع مختلف هاد لي كومبوزون. بار اكزومبل فوالا، هذا سي ان اكزومبل تاع ان سيركوي لي فيه ان كومبينيزون، تركيبه عشوائيه، ماشي عشوائيه ولكن تركيبه من لي بارت. واسي نركبوهم فيما بيناتهم راح يعطيونا غران سيركوي اللي فيه لونتري ا لونتري بي، وعلى فان راح يكونوا عندنا دي سورتي. دونك هذا نسميوه لوجيغرام اون. دونك في لي سيركوي لوجيك
هذا الشيما يعيطوا له لوجيغرام. شفوا عليه مليح بيسك هذا راح نبقاو نخدمو به لوجيغرام. لوجيغرام كيفاش نربطو لي بارت لوجيك فيما بيناتهم. دونك الهدف من لو شابيتر هذا سي كوا اون رياليتي، كيفاش نقدروا لو تو لوبجيكتيف، كيفاش نقدروا نخدموا لا سينتيز دان سيركوي كومبيناتوار. دونك هنا كيفاش نقدروا نركبوا ان سيركوي كومبيناتوار بحيث يكونوا عندنا لي زونتري ونفهموا لا سورتي، لازم نكونوا على بالنا واش هما لي سورتي نتاعنا بدلاله لي زونتري. دونك هنا لا سينتيز كيفاش، دونك عمليه تشكيل ان سيركوي كومبيناتوار كيفاش نشكلوه. توجور عندنا 4 ايتاب، وهنا سي لا دوزيام سيري دو تي دي راح تخدم في هذا لو بوين هذا. دونك كاين دو زيكزارسيس في لا دوزيام دو سيري دو تي دي، يقول لك دوني لا سينتيز دان سيركوي، كي ديريكتومون دوني لا سينتيز دان سيركوي 4 ايتاب. وش هما لي 4 ايتاب؟ كي تفهم لو بروبليم تاعك تقدر ديفيني، كي تفهمو بيان تقدر ديفيني سي كوا لي زونتري سي كوا لي سورتي. اون فوا تحدد لي زونتري نتاعك ولي سورتي تروح لدوزيام ايتاب. فار اتونسيون في لا بروميير ايتاب هذه، لو كان تخدمو لي زونتري ولي سورتي فو راح يكون تو لي سيركوي لا كونسيبسيون ولا التصميم تاع تو لو سيركوي راح يكون فو. اوكي دونك هذه سي اون ايتاب، شاك ايتاب متعلقه باللي بعدها. لو كان تكون اون ايتاب في الاول فو راح يكونوا تو لي ايتاب لي جيو بار لا سويت راح يكونوا فو. ليتاب 2، اون فوا كي نديرو لي تابل دو لي زونتري و لي سورتي نقدرو نباسي نديرو لا تابل دو فيريتي دو شاك سورتي. واش معناتها لا تابل دو فيريتي دو شاك سورتي؟ سا فو دير نشوفو لا سورتي واش هو القيم تاعها بدلالة لي زونتري. دونك دوك اون فا ايسي دو فوار ليكزامبل تاع، نشوفوه بار لا سويت ليكزامبل تاع ليكزارسيس نيميرو 1 تاع تي دي. لا تروازيام ايتاب، اون فوا يكون عندنا تكون عندنا لا تابل دو فيريتي، وعلى بالكم بلي لا تابل فيريتي نقدروا نخرجوا منها لا فونكسيون كانونيك، نقدروا هذيك لي فونكسيون كانونيك اللي هما لي سورتي نقدروا نسامبليفيهم. دونك سامبليفيكاسيون دو شاك فونكسيون دو سورتي. اون فوا نقدروا نسامبليفيو لي فونكسيون دو سورتي نتاعنا، نقدروا بار لا سويت نتراسيو لو لوجيكغرام تاعنا. كي نقولوا نتراسيو لو لوجيكغرام سا فو دير نمدو المخطط نتاع لو سيركوي نتاعنا. كي نخدموا المخطط هنا خلصت الخدمه نتاع الانفورماتيسيان. دونك المخطط هذا يكفي تمدوا للالكترونيسيان، والالكترونيسيان هو اللي راح يرياليزيه بلي ترانزيستور وبلي كوندونساتور اكسيتيرا. هذوك ما يهموناش لي زيتاب، هذوك التفاصيل هذوك ما يهموناش. دونك حنا رانا كوم ان اركيتيكت نمدوا لو بلان فقط، ونمدوا لو بلان الكترونيسيان هو اللي يحقق لا رياليزاسيون. اوكي دونك اون برانسيب هذا هو لو كونتوني تاع هاد لا بارتي. دونك كاس كون فا فار، اون فا ايسي بار اكزومبل دو تريتي لو بروبليم تاعنا تاع لا سيري دو تي دي نيميرو 2. فوالا دونك لا سيري دو تي دي دو نيميرو 2 مدينا فيها دو زيكزارسيس او بيان دو بروبليم، كيفاش نقدروا نخدموا ان سيركوي كومبيناتوار. هنا بار اكزومبل في ليكزارسيس هذا كيفاش نقدروا نخدموا ان سيركوي بحيث هذا لو سيركوي يقدر مثلا يفتحنا هذه الخزنه الحديديه ويغلقها، ولا بليتو يفتحها او ما يفتحهاش. نمدوا لا بروبليماتيك، نسيو نفهموا البروبليم باش تقدر ديفيني تخدم لو سيركوي نتاعك. بون مانيش راح نعاود نقرا لو ليكزارسيس، مي جو في سي ديكسبليكي على واش راه يتكلم ليكزارسيس. هنا نحوسو نديرو ان سيركوي نركبوه في الخزنه، سيركوي الكترونيك، رقاقه الكترونيه. الرقاقه هذه تخدم على سورير مع القفل. دونك هنا واش عندنا؟ عندنا اربع مفاتيح، مفتاح واحد خاص بالديريكتور، مفتاح واحد خاص بالمساعد نتاع الديريكتور تاع المدير، ومفتاحين خاصين بالكيسي. الكيسي هو حافظ الصندوق، ولا المهم حافظ المال وبيا حاجه كيما هكا.
دونك عندنا دو كيسي، عندنا دو كيسي اللي هنا اللي يحكموا السوار ده، هما نسميهم لي كيسي. دونك كيفاش تفتح الخزنه الحديديه؟ فوالا كاين 3 كونديسيون، كاين 3 كونترينت. فلا كونترينت الاولى يقول المدير وحده يقدر يفتح الخزنه، المفتاح تاع المدير وحده يقدر يفتح الخزن. دونك هذه يكون المدير وحده يكون مع او بدون ولا بامكانه فتح الخزن. الشرط الثاني، مساعد المدير وحده ما يقدرش يفتح الخزنه. مساعد المدير باش يقدر يفتح الخزنه لازم يكونوا معاه على الاقل لي دو كيسي، دونك لازم يكون بي والسي والدي باش يقدروا يفتحوا الخزنه. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث ماشي شرط ولكن قاعده، لي دو كيسي مع بعضهم ما يقدروش يفتحوا الخزنه وحدهم، يعني وحدهم ما يقدروش يفتحوا الخزنه. دونك هذه هي الشروط اللي عطاها اللي يعطي اللي راهي في 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 متوالنا في يدينا باش نقدروا نخدموا الرقاق الالكترونيه. دونك هنا اون كونسيدير كو لي كلي ا بي سي دي، المفاتيح ا و بي و سي دي هما دي فاريابل لونتري تاع الاس، وعندنا ان سورتي هنايا، ان سورتي هذه. دونك هنا واش تقدروا تخيلوا؟ تقدروا تخيلوا بانه الرقاق الالكترونيه راهي مركبه هنا في الباب الحديدي، بحيث الرقاق الالكترونيه هذه عندها 4 مداخل، 4 اونتري، اونتري وحده لاصقه في لا سيرير القفل نتاع مفتاح نتاع المدير، اونتري وحده عندها متصله بالقفل نتاع مفتاح نتاع المساعد المدير، اونتري وحده بقفل تاع المفتاح نتاع لو كي سي سي، واونتري وحده متصله بالقفل تاع المفتاح نتاع كي سي دي. دونك هنا لو سيركوي راح يكون عنده 4 مداخل. دونك اش معناتها المداخل هذوك؟ كي نقولوا الان مثلا تاع بالنسبه للمدير كي يعود مركب المفتاح نتاعو، سافو دير ا مدخول لونتري الاولى راح تكون ا، اذا كان المفتاح ماهوش راك دونك لونتري اون هذيك راح تكون صفر. اوكي دونك هذا الشروط راح تعطينا جمله من الاحتمالات، راح تعطينا جمله من الاحتمالات. نتبعوا القواعد، كاين احتمالات وين الباب ممكن يتفتح، وكاين احتمالات وين الباب مش ممكن يتفتح، دونك على حسب القواعد. دونك هذا 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 ملخص نتاع التمرين. نسيو نقراو الحل مع بعضنا. فوسي هذه لا سوليسيون. دونك نبداو نشوفو، نعاود نذكر باللي قلنا كاين عندنا 4 ايتاب. ديجا لا بروميير ايتاب مديناها كوم سوليسيون في ليكزيرسيس، قلنا لي زونتري كاين عندنا 4 اونتري، ولي سورتي كاين اون سول سورتي. لي زونتري هما ال ا مفتاح المدير، بي مفتاح المساعد، سي مفتاح نتاع الكيسي سي، ودي مفتاح نتاع الكيسي رقم 2 اللي هو دي. لا سورتي راح يكون سورتي راح يكون سينيال الكتريك نحو لا سيرير، لكن خرج 1 صافي دير لا سيرير لازم تفتح، اذا خرج 0 لا سيرير لازم تبقى مغلوقه. La deuxième étape, c'est la table de vérité. La table de vérité. اللي راح تعطينا جملة الاحتمالات وين لا سيرير تقدر تكون تبقى مغلوقة أو لا سيرير تفتح. الاحتمالات مادام عندنا 4 فاريابل راح يكون عندنا 16 احتمال. فوالا 16 احتمال، لأنه على بالنا هنا بكل أنه كل فاريابل ممكن تكون 0 أو 1. لما ندمجوا الاربع لي 4 فاريابل مع بعضهم راح تعطينا 2 اس 4 ويخرج بالتالي 16 احتمال. دونك الاحتمالات هذه الاولى هي احتمالات
وين تبقى توجور لا سيرير مغلوقة. مثلا لو كان نقرأ الاحتمال الأول، الاحتمال الأول مفتاح نتاع المدير ماهوش راكب، مفتاح نتاع المساعد ماهوش راكب، ولا مفتاح راهو راكب، دونك هنا لا سيرير راح تبقى مغلقة. في الحالة هذه مثلا احتمال ثاني، مفتاح نتاع المساعد نتاع الكيسي رقم 2 راهو راكب، بار كونتر المفاتيح نتاع لي زوتر ما همش موجودين، هنا لا سيري تبقى مغلوقة على حسب الشروط. كاسكو فو زالي روماركي، راح تروماركيو رومارك هنا، راح تروماركيو بلي على فان فوسي هاد لا كولون تاع المدير توجور وين يكون المدير 1. كما تكلمنا قلنا لما يكون المدير وحده يكون المدير ما يهموناش الاخرين، راح تكون توجور لا سيري تفتح، راح تولي 1. دونك هنا تفتح تولي 1. كاين الحالة هذه، حالة لما المدير ما يكونش، كاين حالة واحدة فقط اللي تقدر تكون لاسيري مفتوحة، هي الحالة وين المساعد يكون مركب المفتاح نتاعو، ولي دو زوتر ولي كيسي اللي بقاو يكون المفتاح نتاعهم راكب. دونك هنا راح يخرج من بعد. نخليكم تطالعوا وحدكم على بقية الاحتمالات، راح تروماركيو بار لا سويت بقية الاحتمالات بأنه غير ممكن أنه السيري تفتح في الاحتمالات الباقية. دونك واش راح تروماركيو هنا؟ كاين 9 حالات تحسبهم، تلقاو 9 حالات وين نقدروا نفتحوا الخزنة الحديدية. دونك 9 حالات على حساب لي نونس مام على حساب ليكزرسيس. فوسي هنا ساشون كيليا نافكا، علما بانه هناك 9 حالات فير لا سينتيز. دونك درنا المرحله الاولى هي لا سينتيز لي زونتري لي سورتي. المرحله الثانيه طابل دو فيريتي، ما نساوش في طابل دو فيريتي اهم شيء كي نكتبوا لا طابل فيريتي نكتبوا لا فونكسيون كانونيك. لا فونكسيون كانونيك هذه هما 9 حالات وين تكون 9 حالات هذيك اللي تكلمنا عليهم وين نقدروا نفتحوا الخزنه. دونك هنا نقراها لكم بطريقه طبيعيه واش معناتها الخزنه ولا لا سورتي تكون ان، ولا لا سيري يمكن فتحها تكون ان اذا كان مدير غايب ولا مفتاح المدير مش موجود، مفتاح المساعد موجود، مفتاح كي سي سي موجود، مفتاح دي موجود، لا سورتي تكون أم. أو المدير موجود والثلاثة الباقين فو مش موجودين، دونك هنا نقدروا نفتحوا. أو بقية الحالات راح يكون فيها ديما الأ راح يكون موجود صحيح، صافي دير مفتاح تاع المدير موجود، دونك أ صحيح والآخرين ما يهموناش. دونك راح تحسبوهم هنا راح تلقاو باللي كاين 9 حالات، 9 حالات هذو هي اللي رانا وين كاينين لهنا الأ. نعاود نذكر بلي لا فونكسيون مثلا هذه العباره ا بار بي سي دي كيفاش بدناها؟ جبدناها ها هي لا ليني هذه اللي نقولوا ا فو بي، دونك ا بار بي سي دي، دونك هذا الترم الاول. او الترم الثاني واش يقول الترم الثاني؟ هي لا لين الثانيه، سا فو دير ا فري، دونك ا اي B bar C bar D bar et ainsi de suite. Donc, هكذا نكمل. Donc, هذه هي لا سورتي. Voici la sortie واش تساوي بدلالة لي زونتري. اوكي. Donc, هذه المرحلة رقم 2. المرحلة رقم 3 حنا لا سورتي هذه مكتوبة بطريقة قانونية. Donc, المرحلة الثالثة لازم نبسطوا لا سورتي. كيفاش نبسطوها؟ بالطريقة المعروفة اللي هي طريقة طابل دو كارنو. دونك نهزو هذيك لا سامبليفيكاسيون بار طابل دو كارنو، نهزو لا فونكسيون تاعنا هذيك نديرو لا طابل دو كارنو، هذه شرحتها على ما اعتقد. حطوا لي ان تاعنا، اوكي نديرو الجروباج، هاو البرومي جروب هاو لو دوزيام جروب. دونك لا فونكسيون تاعنا واش راح تخرج؟ شوفوا لا فونكسيون اس هذيك خرجت هي ا او بي سي دي. هذه العبارة راهي معبرة جدا، الخزنة تكون مفتوحة إذا كان المدير مفتاح المدير موجود أو مفتاح المساعد ومفتاح لي دو كيسي، حضور المدير فقط
أو حضور ثلاثة الآخرين أو حضور ثلاثة الآخرين دونك على واش لا سامبليفيكاسيون راهي مهمة شوفوا لا ديفيرونس بين اس كي تعود مكتوبة بلا فورم كانونيك فيها بليزيور فاريابل فيها بليزيور بلس بليزيور بار اكسيتيرا لا سامبليفيكاسيون تولي لا فونكسيون تولي لا فونكسيون écrite de manière assez simple. Le quatrième point, c'est le logigramme. Voici, à la fin, le circuit rocaque électronique. Je marque demain. On a quatre entrées, une sortie, une sortie. Donc, S, je connais hier A, ou. Donc, دونك نقدر نكتب هنا الاس هي سي فوزالي ريماركي هذا نقولو نقدر نقول عليه هو الا هاد لي تروا هادو اللي هنا بي سي دي هذا لو سيركوي اللي كان شفتو عليه سي هو نتاع لو اي دونك بي اي سي اي دي دونك هاد لونتري تاع لو سيركوي راح تعطيني ان سورتي اسمها بي et C et D اللي هي هذه اللي. دونك وهنا الاو دونك الاس راح تولي لك على فال هنا هي A او B E C E D دونك هنا في الكور هذا جي سي ديكسبليكي دو مانيير تري رابيد لا نوسيون تاع لي بورت لوجيك دونك مديت لي نوسيون دو باز بطريقه سريعه نوعا ما سينا حلينا ليكزارسيس نيميرو 1 مع بعضنا دونك اون تيرميني سي لا سيمين بروشان سيو نشوفو حوايج اخرين على لي بورت لوجيك